ايام ديال الحجر الصحي تعلمت واحد القضيه، تعلمت نعرف القيمه ديال الوقت وشنو هو الوقت. كانت مده ديال 15 يوم كافيه تعرفني بالقيمه ديال الوقت، وقلت علاش ما نتقاسمش هذه الفكره هذه مع الناس ونبين لهم بان راه الا عندك الوقت راه ممكن تستغله، ممكن تنتج فيه بزاف ديال الاعمال. مثلا هاد الشله اللي مورايا قدرت نديرو 15 يوم. بالنسبه للامكانيات باش تصايب هاد الشلال هي امكانيات بسيطه وما كتحتاجش بزاف ديال الفلوس لا حتى شي حاجه. حتى ديال الحوايج الرئيسيه الرمله والسيمه والماء. الماء موجود، الرمله لعلك ترضى، السيمه عارفين شحال كتسوى. فين بقى المشكل؟ ما كاينش المشكل. داك الضو حتى هو في امازون 30 يورو. يعني الحدود كنحطوها حنايا، احنا اللي كنرسموا راسنا واحد الخريطه ديال حبس ما تقدرش دير حتى شي حاجه. احنا ممكن نديروا اي حاجه، ممكن نقدر نخلق ونبدع في اي حاجه. على اي اكثر من 20 عام وانا كنتعلم اللون، الصباغه، الماده. حاولت في 15 يوم هذه يعني نطبق كاع داك الشيء اللي تعلمته، وبالتالي النتيجه كانت هي هذه. الفيديو في 35 ساعه ديال التسجيل، طبعا ما غاديش ندير 35 ساعه كامله اللي غادي نشرها، وبالتالي فكرت غادي ندير جوج ديال المقاطع او لا جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول غادي نعمل فيه كيفاش كان البناء من البدايه حتى النهايه. بعد غادي تجي بعض المرات اللي غادي يكون سريع لان ما يمكنش عاوتاني ندير التفاصيل كاملين. والجزء الثاني غادي نعمل فيه كيفاش كان تلوين حتى المساله ديال الاناره، وهذه نتمنى تنال اعجابكم. باش ما نطولش عليكم الهضره غادي نمر للعمل مباشره. اول حاجه كنقوم بها هي وضع الحديد كعنصر اساسي لا غنى عنه. مباشره من بعدها كنقوم بوضع البلاستيك اللي هو ضروري من اجل منع التسرب، كيكون من نوع سميك. من بعد كنقوم بوضع هاد الانابيب تما فين غادي يمروا دوك المياه اللي غادي ينزلوا من العيون. من بعد في الجهه الاخرى كنوضع التركيب الاولي اللي هو الحديد. من بعد غادي نعرفوا الاهميه ديال داك الحديد لان غنحتاجوا الثقل، وهادي يعني وخاص ضروري شي حاجه اللي تشد لينا ثقل وتكون تستحملوا. وبالتالي كنوضع البلاستيك حتى هو نفس العمليه والانابيب. مباشره كنبداو في الخدمه ديالنا ديال السيمة. من بعد ما كتكون ركبت واحد الشبكة كتخليها حتى كتنشف، كترش الماء ضروري من رش ديال الماء مهم من قبل ما تعاود تخدم مباشرة من موراه. في هذه اللحظة كتشوف البلاصة اللي انت باغي يدوز لك فيها الماء يعني المجاري، وكتعمل كتنحتهم على الطريقة اللي بغيتي. مسألة اختيارية، كل واحد كيديرها فين ما بغى. النتيجه هي هادي ديال داكشي اللي كنت بديت البارح. نشفات دابا وغادي نعاود نكمل الخدمه دابا شي شويه عاوتاني فوق هاد الشيء هذا ونشوفوا القضيه كيفاش غادا تكون. يلا حنا يعني ما اشتغلناش مزيان، شاد راسو مزيان، خاص دابا شي شويه ديال الخدمه عاوتاني وندير لها التكستور اخرى عاوتاني. ديك الساعه نشوف النهايه كيفاش تكون. النتيجة ديال العمل ديالنا هي هادي، دوك التدرجات اللي كاينين اللي نحتهم قبل من تما غادي يمر المياه. في الجهة الأخرى عملت نفس العملية، البلاستيك، الشبكة ديال الحديد والحديد، يعني نخلطو عاوتاني تخليطة أخرى ونبداو العمل عاوتاني. الأهمية ديال الحديد اللي تحددت عليه من قبل هنا فين غادا تبان، لأن هنا غادي يكون عندنا وزن ثقيل، يعني وبالضروري كان خاص نديرو الحديد لأن أساس. ودائما كما كنقول ضروري خاص رش ديال الماء عاد باش ممكن دير السيمة، عملية مهمة. هنا اللي غادي نصنع المجاري ديال المياه، هنا بالضبط غادي يكون نبع أو لا تما منين غادي يخرج الماء باش ينزل لنا هنا لتحت، ومن بعد كيتسرب. يعني كتصنع مجاري بالطريقه اللي بغيتي. انا قمت بصناعه ديالهم بالقرمود. هذا البوليستر، هذا البوليستر اللي غادي ندير به دابا هو غادي ندير به يعني صخور اللي هي اصطناعيه.
يعني باش ما نكتروش الصخور بزاف وما يكونش تقل بزاف فوق داك التقل اللي هو اصلا كاين. يعني نحاول نعمل بوليستر ونغطيه بالسيما ولا نغشيه بالسيما، وبالتالي كتصنع الصخر. هاد المادة اللي كتسمى الفيلاس يعني غادي نديرها متداولية على الشكل اللي كتكون في الشلالات. نهار الثامن كنظن ولا التاسع لا ادري، المهم الشمس اليوم صبحت قاصحة مزيان مش مشا، يعني خاص الخدمة تكون شوية مزروبة لان مع الخدمة مع السيمة كتنشف. نوريكم بعد داكشي اللي خدمنا البارح كيفاش صباح اليوم. عرنا شوية ديال التخلاط وشوية ديال الخدمة عاوتاني ونشوفوا هاد النهار هذا كيفاش غادي يطلع. يلا الميزان ضروري باش كتشوف الميلان ديال الماء لان تما غادي يكون المنبع. فهاد اللحظة هادي غادي نستعمل الاطراف ديال التوب باش نخلق ونبدا عاوتاني واحد الشكل اللي هو كيكون في الصخور. الحاجة الوحيدة اللي ممكن دير انك تغطسو في السيمة ومن بعد كتلصقو وكدير فوقو السيمة في الجوانب باش كيركب مزيان، يعني في طريقة سهلة. فكرت غادي ندير واحد على شكل مغارة ما بين جوج ديال الشلالات، عندي واحد النافذة تما. الحاجة الوحيدة اللي غادي ندير غادي نركب دابا هاد الحديد تما ومن بعد غادي نصنع المغارة ديالي. هادي عامين قبل ما كان والو هنا، واحد النهار فكرت نزرع الشجرة ديال الكرموس ولا شجرة التين، ودابا جا الوقت اللي نجنيو التمار. انا بالنسبة لي هاد الشجرة هادي كتعني الحياة، ضروري تزرع باش تجني التمار. اهم حاجة خاص شوية ديال الصبر، مع الصبر ممكن يعني تستمتع بالتمار ديال داكشي اللي زرعتي قبل. هادي الخدمة ديال البارح، هاكيف الصبحات اليوم. هادو هما الصخور اللي صنعت بالبوليستر، الاطراف ديال التوب اللي كنت عملت هذاك هو الشكل ديالهم، وعلى الفيلاس اللي كنت حددت لكم عليه من بعد حتى هو. هذا المجاري ديال المياه، وهذه الصخور اصطناعيه. دابا جا الوقت اللي غادي نعمل المغاره. فهاد المغاره يعني كانت اخر فكره فكرت فيها انا فصراحة قبل ما فكرتش غادي نديرها، ولكن شفت بقى لي هذيك المكان ما بين جوج ديال الشلالات خاوي، قلت علاش ما نستغلوش. وبالتالي العمليه نفس العمليه، كناخذ البوليستير كتغشيه بالسيما وكتلصقو عاوتاني بالسلك ولا اي حاجه ممكن ديرها تما، من بعد كتوب. فهاد اللحظة غادي نبني الحوض تما فين غادي ينزل الماء. فكرت غادي نستغل هاد الاباجورة اللي كنت ما كنستغلها ما كنستعملهاش، قلت علاش اللي ما نستغلهاش دابا. تما غادي نديرها على شكل واحد النافورة صغيرة تخرج منها الماء. يعني من بعد ما كناخد ليها القياس اللي غادي اللي باغي تكون فيه، الحاجه الوحيده اللي ندير من بعد غادي يعني غنغشيها بالسيما حتى هي وغادي تلصق تما. فهاد اللحظه ضروري تضرب واحد الرشه ديال الماء، مهمه ديما فهاد الايام اللي كتكون خدام خاصك مره ترش الماء ضروري. اعاده التدوير من الحوايج اللي كتعجبني بزاف، وكنستمتع وانا كنصنع شي حاجه اخرى بشي حاجه اللي بنادم يعني كيلوحها. انا كنفكر ندير بها شي حاجه، واحد المتعه خياليه. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نستعمل كاع داك البلاستيك اللي جات فيه الرمله وغادي نخشيهم في دوك القراعي ديال الماء، يعني من بعد كدير لهم السيمة وغادي تصنع بهم واحد. المهم نخليكم تشوفوا شنو نصنع بهم.
كنظن ان بدا كيتضح شنو غادي يعني تما. اذا كنتي من الناس اللي كيشجعوا على اعاده التدوير وعلى المحافظه على البيئه، خلي شي تعليق، عمل جيم طبيعه الحال الى عجبك المحتوى. تقريبا ما بقاش بزاف ديال الخدمه، يعني الحوايج اللي هي مهمه راه دارت، بقالنا غير يمكن نزيدو نجمعو هاد الروينه هادي وهاد الحاله هادي. سير على كيفاش دايره الهايله على الهايله. وانا غادي نطيح دابا. جات المرحله اللي ندير فيها الكولا باش نلصق التيوات، وعملت هذا القادوس باش ندوز منه الخيوط ديال الطوم لتحت باش نكونيكتيهم مع البومبات. هادو هما اللي غادي يدوزوا لنا الماء. جات اللحظه اللي كنساهم شحال هذه اللي غنبقاو فيها الماء، غادي نعمر هذا الحوض بالماء وديك الساعه نكونيكتي البومبا ونشوفوا كونيكتي مع الضو ونشوفوا هاد الشيء كيفاش داير. المهم نخليهم يتشارجا من هذا كافي باش نجرب فيه. جاءت اللحظة الحاسمة، اللحظة التي أنتظرها منذ زمن طويل. على بركة الله. هذا سيدي. يا الصغيور طلق لنا الماء. دابا نطلقو كبير بسم الله. المهم كيما هاو نطلو كامل كاع البلايص. بعد ما تأكدت من الماء تجاوز المشاكل المستقبلية، غادي نوضع هاد الخليط هذا اللي هو كيمنع من التسرب ديال الماء، هذا مهم بزاف. كنت كل ليلة كنقول صافي ساليت، في اليوم التالي كنجي كنقول عاوتاني نو غادي نزيد هادي، وبالتالي بقيت غادي تابعها فكره حتى قلت هادشي هذا ربما لما حبسش ما غاديش نسالي. اخر حاجه فكرت فيها دابا اني غادي ندير واحد الحوض تاني، يعني يكون هو هنا فين غادي ينزل الماء في هاد القعر، ومن بعد من تما الماء يخرج الحوض التاني باش يكون تدرجات، يعني يكون الماء فيه مجموعة ديال التدرجات، وهذه هي أهم حاجة. وبالتالي قمت يعني سديت بغلق داك المنفذ تما وعملت على الحوض. من بعد غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش غادي يكون. واخيرا وليس اخيرا، الفيديو كيوصل اخر مرحله قبل ما نمر للصباغه او التلوين. كنقوم بالتنظيف وازاله النتوءات، وفي نفس الوقت كنعمل الفجوات منين غادي ينزل الماء او العيون. الفيديو القادم غادي يكون قصير ماشي بحال هذا، كنعتذر على الاطاله في هذا الفيديو. حاولت نختزل جهد الامكان تصوير ديال 15 يوم في 15 دقيقه. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا وانتم كتشوفوا الفيديو، وإلى عجبك ما تنساش اللايك وشي تعليق والبارتاج والاشتراك في القناة من طبيعة الحال. هادو هما الدعم بالنسبة ليا.